الموضوع الأساسي بالانفجار ما حدا فهمان شيء من شيء وانت مقطع عنه. الأصل مثل ما قالوا كثير من اللبنانيين، مش عم بحكي أنا شيء جديد، الأصل يا جناب المحقق العدلي انك تروح تقول لعوائل الشهداء قبل ما تحوضهم على السياسيين او اللي عم تجتمع معهم كل يومين ثلاثة، بتقول لهم مين جاب الباخرة وكيف اجت الباخرة ومين فوت الباخرة وبإذن مين فاتت الباخرة ومين خلى المواد بالعمدة و12 وبإذن مين وموافقة مين. انت هذا ما عم تعمله، انت رايح على موضوع تاني اللي هو بيجي رقم 2 اللي هو الإهمال في الوظيفة، عم تكبر هذا الملف لتقص روس وتعمل تسخيات سياسية. الموضوع الأول، أنا واحد من الناس من المحقق السابق ومعه لهذا المحقق الجديد، يا أخي اطلعوا وقولوا للشعب اللبناني، بدكش تقول للشعب اللبناني، قول لعوائل الشهداء، وانتوا يا أهلنا وأحبائنا يا عوائل الشهداء روحوا طالبوا، هذا حقكم تطالبوا، قولوا له بدنا ناوي كيف قتلوا أولادنا. ما عم بتقلهم لأنه بدكش تقلهم، لأنه هذا ما بيخدم التسييس اللي أنت عم تشتغل عليه. طيب رحت لوين على الإهمال الوظيفي وعم تكبر ملف الإهمال الوظيفي؟ ليش ما بتنقال الحقيقة للبنانيين؟ إنه السوية القضائية هذا موضوع، هذا مش موضوع فلان قتل فلان، هذا كارثة صارت بالبلد وكارثة رايحة عليها البلد إذا بيكمل هذا القاضي بهذه الطريقة.